فاتصور وجهه اقتراحك دوت مهم جدا، ولازم ان اتصور برضو لازم يطرح على مستوى اكبر من كده داخل صناع القرار، وايا كان من المسؤول عن تعيين ال10 دول لازم يجد ده في اعتباره. طبعا. وده خليني يا فندم اتساءل، هو طبعا العشرة بس فيها هيبقى فيها مشكله ان تعيين غياب السيدات كان ضخم واضح جدا في الانتخابات، وغياب الاقباط كان ضخم، فمش عارف ال10 دي هيعزوها بين مين ومين، لانه يعني في ناس كتير اقباط تم كان في ناس كتير وبنات. تم كده عزلهم في الانتخابات بشكل هو لو شعبي في يعني. امكانيه ال10 عايده ممكن يبقوا 20 يا جماعه. لا لا، هو ده احنا بنتكلم على قانون بقى، بنتكلم على قانون يعني. بس ده خليني اسال حضرتك، بما انه للكثير المطالب اللي حضرتك قلتها اللي ليها علاقه اللي طالعه من ميدان التحرير هي تبدو منطقيه جدا، وهي محاكمه الظلمه والفسده واللي تسببوا في قتل الشعب وما شابه، انا عايز اعرف التفسير النفسي، وانا عارفه ممكن يبقى حضرتك ما عندكش هذا التفسير، بس يعني انا بفكر بصوت عالي. أيوه. ليه اللي بيطلعوا في العباسيه يعني المظاهرات بتاعت العباسيه، وهل هي تجاهل لمطالب التحرير، ولا هو مجرد بس رغبه انه الانتاج يشتغل، احنا مش عارفين هيشتغل ازاي فبالتالي هم طالعين. يعني انا عايز اعرف نفسيا ايه الوضع، انا يعني هل الشعب عامل كده من نصين يعني. انا اتصور ان يعني التحرير مش كتله صماء واحده، خلينا في التحرير الاول هو الاهم يعني. التحرير فيه صور هو حقيقيه يعني، مش كتله صماء واحده، مش كتله جامده، التحرير شرائح مختلفه، في صور حقيقيين وفي ناس مش صور خالص، وفي ناس يعني امن، وفي ناس مخترق بحاجات كتيره جدا. فالتحرير مش تحرير بس. العباسيه يعني انطباعات اوليه على العباسيه هي حركه اعتقد انها مصنوعه، وتصور ان هي بتطالب مطالب يعني مش منطقيه، ان هي بتطالب يعني بعض الاصوات امبارح انها بقضاء على التحرير، ببعض الاصوات العسكريه للاسف الشديد بتطالب بوضع الصور في افران هتلر. يعني ده اتصور ردود افعال نفسيه زي ما حضرتك قلت، يمكن يعني دكتور احمد عكاشه يجي يفسر اكتر من محلل سياسي يعني. هي بس هم بيلعبوا على يعني الغضب اللي عند الناس، اللي الثوره ما حققتش اللي كان مفترض تحققه في زمن اسرع، هم بيحاربوا او بيراهنوا على الاحساس الناس بعدم الارتياح، بعدم الاحساس بشعور الامن، بعدم يعني مطالب الثوره ما حققتش، هم بيحاربوا على ده. لكن هي في الاخر بيعكس، اتصور برضو على مستوى تاني، بيعكس صراع داخل المجتمع المصري كله ما بين ضد الثوره ومع الثوره وضد الثوره. يعني بيعكس التحرير احد تبديات الصراع ده ما بين الثوره واعدائها، وده وارد يعني ومطروح و بس هو فعلا احنا واضح ان احنا فعلا محتاجين دكتور عكاشه، لانه لما بنقعد نبص صحيح. على الفئه اللي بتروح ميدان التحرير والفئه اللي بتروح قصدي العباسيه والتحرير يعني، واحنا عندنا فقره النهارده هنتكلم فيها عن ده تحديدا، بس بنلاقي ان هم نفس سلسله التفكير اللي حاصله من يناير، هم دول الناس اللي بتقولوا ارجعوا بيوتكم بقى، هم دول الناس اللي كانت بتقول كفايه ادوا له فرصه لغايه شهر 9 بالظبط، هم نفس اللي بيطالبوا بالاستقرار وال يعني هم حتى نفس الافراد يعني. أيوه. بس من روكسي نفس التكوين، فواضح ان هو خط فكري ملوش علاقه بما يحدث في الوطن يعني. بالظبط، هو يعني زي ما قلت لحضرتك هو عباره عن ناس متصوره ان مصالحها يعني بتضيع، او مصالحها يعني بتتأثر سلبا بالمحاكمات، بالإسراع بالبناء دولة جديدة. في مصالح، وده وارد في أي ثورات يعني، دوت الثورة والثورة المضادة أو ناس ضد أعضاء الثورة أو ناس بيتفقوا جزئيا مع الثورة وارد يعني. هل فترة اللي احنا مرينا بيها اللي هي السنة دي وعدم إنجاز عدد كبير من مطالب الثورة هو الأساس في أن يبقى في عباسية وتحرير؟ ده جزء طبعا، لكن انا خايف من حاجه تانية الحقيقه، خايف من فوضى يعني. انا حتى يعني ما هو ده برضو من ضمن الاسباب، ان هو ان لما يبقى بيطول فتره الانجاز في اي حاجه من مطالب الثوره هو ده اللي بيحصل دايما، انه يبقى في فوضى. بالظبط. لا انا في اتصور يبقى فوضى في مناطق عشوائيه، ممكن تحصل مشاكل كبيره، اتصور ان ممكن في اختراقات، ممكن تحصل اختراقات اجنبيه واختراقات داخليه، اختراقات داخليه يعني احنا ده في خطر الحقيقه، في خطر كبير لازم نعيله ولازم نبقى. وعشان ما نقعش في المطب ده بتاع الخطر اللي حضرتك بتقوله ده، اللي هو الحرب اهليه مثلا يعني حرب يعني أهلية. بس لا ممكن تحصل، ما هو بعد الشر بس. لكن امبارح كان زي ما انت بتقول في ناس عماله تتكلم على التحرير بشكل غير مناسب بالمره، بفكر منحرف الى حد كبير، وناس بتتكلم في اتجاه تاني. عشان ما نقعش في ده بقى هو طبعا لازم نعمل إيه؟ قبل اي شيء، ودوت انا بعتقد ان اي شخص خايف على مستقبل هذه البلد وعلى ناس هذه البلد ان هم يعجلوا بمطالب تحقيق مطالب الثوره، وهي يجي على راسها
محاكمة قتلة الشهداء، عظيم، الإسراع في محاكمة النظام السابق، عظيم، وضع حد أقصى وأجل الأجور وتطبيقه فعلا من يناير الجاي. وكل اللي حضرتك بتقوله دلوقتي بدون قطع كلامك، أنا آسف، وكل اللي حضرتك بتقوله ده على فكرة وهتقوله كمان شوية دلوقتي كمان هتكمل بدون قطع كلامك، أنا آسف. طب تاني يعني هو مطلب العباسية والتحرير؟ لا، العباسية بيقول إن إحنا دلوقتي عايزين نخلي لا يعني هل العباسية مثلا ما بتقولش الكلام اللي حضرتك عايزه دلوقتي؟ لا لا، العباسية عايزين التحرير يقعدوا في البيت، نرجع يفضوا التحرير خالص، يرجعوا في البيت ويدوا فرصة للحكومة والانتخابات. يعني العباسية مش عايزة محاكمات الناس اللي كانت بتقتل الناس. يعني هو الهدف اللي قيل دلوقتي ان احنا يرجعوا البيت، يقعدوا في البيت، وكفايه نقعد في الشارع ونخلي الانتخابات تبقى مجرى، وما نطلعش مين اللي قتل في 25 يناير لحد دلوقتي. يعني دول اعتبارات هم حاليا، ان احنا يعني الناس اللي قاعدين في التحرير دول بوظوا البلد، وهم دول في اكثر يعني افكار هي مظاهره مضاده، يعني بس مظاهره مضاده، ثوره مضاده، مظاهره مضاده. استاذ محمد عصمت، مسؤول الطبعه الثانيه جريده الشروق، شكرا جزيلا على وجودك معانا النهارده وقابلك. نورتنا يا فندم، الله يخليك، شكرا جزيلا. هنتكلم بقى باستفاضه عن عباسيه وتحرير، تحرير وعباسيه، وهنركب كلنا كل الافكار اللي هتيجي في بالنا في الفقره اللي جايه. خليكم معانا.